شارك سعادة السيد حسن ابراهيم حسن عضو مجلس النواب ممثلا عن الشعبه البرلمانيه لمملكه البحرين في حلقه نقاشيه حول تغير المناخ والنزاعات. كيف يمكن للبرلمانات ضمان الصحه في اوقات الازمات؟ وقال عضو الشعبه البرلمانيه ان السلطه التشريعيه في مملكه البحرين تبذل جهودا لتعزيز الوعي البيئي والصحي لدى مختلف فئات وشرائح المجتمع. وأسن القوانين والتشريعات الداعمة للخطط والاستراتيجيات الوطنية لمواجهة تغير المناخ، مشيراً إلى أن مملكة البحرين حققت بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم إنجازات عديدة في تنفيذ الخطط والمشاريع الخاصة بالتغير المناخي، موضحاً أن قانون البيئة في العام 2022 تضمن مفاهيم ومبادئ قانونية متطورة وشاملة تغطي كل النواحي والأوجه البيئية، ما يسهم في حفظ واستدامة البيئة.